اكتشف علماء الآثار العاملين في بومباي عربة احتفالية بأربع عجلات كاملة تقريبا لا مثيل لها في إيطاليا. ويشير الموقع الإلكتروني للمدينة القديمة إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه العربة الاحتفالية المزودة بأربع عجلات أجزاء حديدية تزينها زخارف من البرونز والقصدير خلال عمليات الحفر في فيلا ريفية شمال المدينة. وسبق أن عثر العلماء بهذا المكان على رفات ثلاثة أحصنة. هذا الاكتشاف المثير راح يساعد على توسيع المعارف عن المدينة القديمة وهذه العربة الاحتفالية اللي سموها ببعض المصادر بلانتوم عفوا. ويشير علماء الآثار إلى أن هذه العربة الفريدة بحالها جيدة وممتازة ليس لها مثيل في إيطاليا. طبعا هذا اكتشاف جدا مهم، يعني يزيد من آثار وتراث البلد عندهم يعني. نعم يا ورد، حلو طريقة اكتشافه، وحتى هو شيء غريب للمعلومة من خلال الصور اللي شفتها وطريقة إظهار الآثار، هيك شيء حلو. طبعا ببغداد بالتحديد قبل فترة بإحدى المناطق أطراف بغداد بالرصافة، في منطقة ظهرت بها، ما تحضر لي اسم المنطقة، ظهرت بها آثار كان بها مسوين يعني إجراءات لسير المصاريف المياه أو المجاري، فلقوا آثار فهمينا طلعوا الآثار ونقبوها ونشروها بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بأكثر من مؤسسة إعلامية. فهيك حلو أنه يكتشف آثار وتضاف للإرث أو التراث العالمي للدولة أو المدينة نفسها. أكيد أنا جدا أحب، يعني دائما حتى أسوي سيرش على هيك أمور كلش أحب الشغلات الأثرية، وطبعا ما زال أنه راح يستمر بظهور الآثار.